يقفوا عن اي حد حلمه يبقى مذيع، يروح قناه يتعمل له انترفيو بجد، يبقوا يشوفوا شكله على الكاميرا يبقى عامل ازاي. احنا معانا النهارده واحده عندها 18 سنه حلمها تبقى مذيعه، بس هي جايه عشان تبقى جاسوسه. معرفش ازاي الجاسوسه بجد. جاسوسه جد. بص اهو لابس اللي فيها هبه. حلم بقى. عموما يا جماعه اسمها نورهان جمال. نورهان معلش بس نكتب الابلكيشن. بس هتكون مذيعه وفيكتور يبقى حقق لها الحلم ده. نقول لها حقق لك حلم المذيعه. احنا هنحقق لها كل احلامها حبيبي. في القناه الاسرائيليه. ماشي. ليكي بس تكون تنزلي هنا عشان على البيانات. هي بتنزي حالا وطالعه. عموما يلا عشان نلحق. ايه يلا نلحق عشان انا بطلع. عموما انه هاني يعني يا هتبقي مذيعه يا هنكهربك. اتفضلي. سوري ما عم بسمعك. اوكي انا جاكي اللي هعمل معاك الانترفيو. هسألك كم سؤال ويا ريت تردي عليا باختصار، وبعد ما نخلص الانترفيو هنقعد شوية ندردش مع بعض. فاين فاين. اسمك ايه بالكامل حبيبتي؟ نورهان جمال مصطفى. سنك قد ايه؟ 18. طموحك تاخدي قد ايه بالشهر؟ يعني 3000. اوكي مش شايفة انه ده قليل جدا؟ مش شايفة ان انتي عايزة تبقي مذيعة. مش شايفة انه لازم يكون طموحك اكبر من هيك؟ المفروض يكون طموحي اكبر. انا اساسا طموحي اكبر من كده، بس as a start يعني. اوكي مبقاش طموح عشان انا ببتدي. انتي معنى ممكن تاخدي 10000 دولار بالشهر؟ نعم معنى ممكن تاخدي 10000 دولار بالشهر. لوك حبيبتي انتي معنى هتكوني ستار. انتي بتعرفي تعدي؟ عد؟ اوكي في مذيعات بيعدوا لنفسهم. فهيبقى شغلك كانك صحفيه بتجمعي معلومات. انتي بتعرفي تعملي ده؟ انتي اوريدي بتشتغلي يعني؟ انا اوريدي بحاول اشتغل في ايدي دلوقتي. بالظبط. بس تخافي لان انا دلوقتي برضه ما عنديش المصادر الكفايه. احنا عندنا مصادرنا واحنا هندربك ما تقلقي. تمام. اوكي انتي مطلوب منك انه انتي تجمعي لنا بعض معلومات. فانتي عندك مشكله انه انتي تسافري برا مصر؟ لا خالص. اوكي ده منيح. انتي مطلوب منك انه انتي تجمعي معلومات، ومقابل ده انتي كمان هتكوني مذيعه، واوعدك انه انتي هتكوني اكبر مذيعه بمصر وبالعالم كله. وعايزه اقول لك حبيبتي ان كل معلومه ليها تمنها. معلومات من ناحيه كل شيء. زي المذيعه بتتكلم في كل شيء، بتتكلم عن الاقتصاد، بتتكلم عن السياسه، بتتكلم عن فنانين، بتتكلم في كل شيء. انت لو مذيعه شاطره لازم تكوني تعرفي تعملي ده. سو انت هتجمعي لنا معلومات عن كل حاجه. احنا هنطلب منك انه في شخص فلاني حابين نعرف عنه بعض معلومات، دي مهمتك بس كده. جنسيتك ايه؟ انا ما بحب افصح عن جنسيتي. ليش عم تسألي؟ عينك مش مصرية بس بعرف. وهنزلك بقناة مهمة جدا بمصر وهتجمع لنا معلومات، وبعد كده هنوديكي قناة أفضل منا من 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 هالقناة اللي أنتي كنتي حاطيناكي فيها من قبل، أفضل منا بكثير. وأنا واثقة ومتأكدة إنك هتتشهري شهرة ما كنتيش تحلمي فيها، والعالم كله هيتكلم عليكي. بس القناة التانية دي مش هتكون بمصر، هتكون بدولة أخرى. إيه الدولة؟ خلينا نمشي ناخد الموضوع ستيبس. بس أبقى عارفة مفيش حد بيمشي بكلام يعني. سوري؟ مفيش حد بيمشي بكلام يعني. اوكي انا شكلي ببقى عايزة اعرف. بس هنطلع لك جواز سفر باسم تاني عشان ما يحصل لك مشاكل.
وهتروحي على القناة الأخرى وساعتها هتعرفي هي قناة بأني بلد. اتفقنا؟ اتفقنا. اوكي حبيبتي، عجبني جدا ان انتي انسانة ذكية وسريعة البديهة، تعرفي تقتنصي الفرص كويس. وبما انك وافقتي انت. لا سوري. يس مستر فيكتور. هاي جاكي. هاي حبيبي كيفك؟ انا كويس ومية مية زي ما بيقولوا عندكم في مصر. مستر فيكتور لحظة بليز بس تفهم. نورهان احنا بكونفرنس اوكي، مش انا لحالي اللي عم قايم الانترفيو. This is my manager here in the Middle East اوكي، وهو كان عم يسمعنا حد يعمل معانا ملاقاة. هاي اوكي. يا اتفضل حبيبي. نورهان. يس بانتا الاسم صح؟ صح. نورهان صح؟ صح. هلو ازيك نورهان؟ الحمد لله تمام. نورهان انا مبسوط كتير اني لقيت اخيرا مصري عملي بيحب الشغل عايز يوصل. انا مبسوط ان انت طموحه، نادرا ما بلاقي حد عارف هو عايز يوصل لايه وعايز يوصل لهدفه بالظبط وعارف طريق. انا في الاول بحب اقول لك انت مية مية مش دي صح كده؟ صح كده. نورهان انا حاسس في اسئله جايز جاكي ما عرفتش تجاوبك فانا هجاوبك. ايه اسئله؟ قولي كل اللي عندك. طلعي جواكي. انا معاك. انا هبتدي ازاي وهنتهي فين؟ معاكم. معانا هتبقي قويه واحنا هنعرف نحطك في المكان الصح على اول الطريق. سؤالي المحدد انا هبتدي ازاي؟ انا عارفه ان انا قويه. ما انا هتبقي اقوى. فكرة عملك قوية كتير لانك متوترة حاليا. فعلا؟ يمكن. نورهان انت دلوقتي هتبتدي معانا صغيرة صح؟ معانا في خلال سنوات بسيطة هتبقي واحدة من الاعلاميين القلائل في مصر، الناس اللي بتحرك رأي عام. فاهماني؟ احنا نعرف نعمل لك ده، احنا نعرف نديكي بوش ده. في ايه حاسك؟ في سؤال حاسك انك عايزه تساليه؟ في اسئله. قولي. انا ليه مش شايفاك قدامي؟ ليه بتكلمني عن طريق الجهاز؟ I'm sorry انا مش في مصر رغم ان انا بحب مصر وباكل كشري فول وطعميه كل حاجه. وانا بعرف اعمل كشري حلو قوي، ممكن ابقى اعزمك عندنا ان شاء الله. انا لما اجي اكيد احنا خلاص بقينا اصحاب. هاجي عليكي دايركت ناكل مع بعض كشري. ان شاء الله. اوكي؟ اوكي. انا مبسوط ان انت ما عندكيش الحساسيه اللي عند المصريين اللي هم ممكن يكون عندهم تنشن شويه من حته تل ابيب اسرائيل. ده حلو. انت اوبن مايندد واحنا محتاجين ده. انت ما فيش عندك حساسيه من ده صح؟ هم احنا كده شبه متفقين، بس انا ممكن اقول لك بعض الداتا اللي احنا محتاجينها. طبعا. اوكي؟ هشرح طبيعه عمل اكتر من كده شويه. ايه؟ هشرح طبيعه عمل اكتر من جاكي قالته لك شويه. اوكي اتفضل. في مشكله في الانترنت ولا سامعاني؟ لا تمام. شوف انت هتبقي أول مراسلة عربية لقناة إسرائيلية. ده هيعمل سوكسي في العالم كله. هنقول للعالم إن إحنا عايشين مع بعض زي الأصحاب، مش إحنا خلاص ممكن لما يبقى في بيننا شغل نبقى أصحاب. طبعًا. شوف إحنا متفقين. وخلينا نتكلم بزنس وايز. فلوس. اوكي؟ اوكي. انت مدام معانا ومتعاونه معانا جدا، انا ما عنديش مشكله احقق كل طموحاتك. اكتر من اللي جاكي قالتهولك كمان. انت يرضيكي كام؟ نعم؟ انت تبقي مرضيه بكام زي ما بتقولوا في مصر؟ طموحك. مرضيه بكام؟ مرضيه بكام؟ فلوس. طموحك. سقف طموحك كام؟
انا ما عنديش سقف لطموحي. دي اجابة انا عايز اقول لك ان انا كنت مراهن نفسي عليها. احنا مختارينك صح، انت الشخص الصح يا نورهان. ميرسي كتير ان انت خليتيني اكسب الرهان اللي راهنته لنفسي. انت راهنت نفسك رهان على اساس ايه؟ تقدري تقولي زي ما بتقولوا في مصر ان انا فهلاوي وافهم في الناس كويس. انت ايه؟ فهلاوي وافهم في الناس كويس. نورهان انت في سامعاني ولا في مشكله في الانترنت؟ سامعاني. طيب سامعاني. طيب ايه المشكله؟ بقول لك انا فهلاوي وافهم في الناس كويس، فلما شفتك حسيت ان طموحك عالي وراهنت نفسي وكسبت الرهان. ايه المشكله؟ تاخدي نفس في ايه؟ نعم؟ في حاجه مش مريحاكي؟ المكان الغريب اللي انا فيه والازاز اللي قدامي اللي انا متوقعه ان في حد بيشوفني من وراه. زي مين؟ حد مين؟ مش عارفه، بس في حد بيشوفني من وراه، الازاز ده بيكشف. مكتبي مثلا؟ مثلا او اكيد. انت متوقعه ان انا ورا المكتب ده؟ ممكن. واي نوت؟ بس مفيش حاجه مستحيله. اول درس تتعلميه ما نسألش كتير، معرفة على قدر حاجة. اوكي؟ وعايز اقول لك ان شور في ناس بتراقب الانترفيو فعلا وبتهلل انفعالاتك دي. Say cheese. Cheese. Thank you. Merci. احنا بنهلل انفعالاتك وبنشوفها وبنراقبها كويس. بس انت متوتره شويه. فعلا؟ ده اللي هما الريبورت اللي طلعوا لي. الطبيعي لما حد بيروح انترفيو متوقع اذا ايه تعرف اذا كان هيتقبل ولا لا، بيكون متوتر شويه. احنا خلاص ان انا توتري ده مقلق. احنا خلاص عدينا الخطوه دي. مبروك. ألف مبروك. ولو كنت بعرف أزغرد كمان كنت زغردت كمان، لأني مبسوط بيكي. وجاكي هتوريكي العقد بتاعك دلوقتي. مبروك نورهان صح؟ مبروك نورهان وميرسي كتير ليكي. أنت بقيتي خلاص واحدة من الأسرة بتاعتنا هي. لا أنا آسفة، أنا ده توقيعي، ده مش توقيعي. أنت زي توقيعي مش بتاعي. أنت مش وافقتي؟ لا أنا قلت أعرف الأول. أنا توقيعي زي حاطة كده. ما تستخدمي الكذب. انت وافقتي؟ ما بستخدم الكذب. انت وافقتي؟ لا. وافقتي؟ لا. مستر فيكتور حضرتك لسه معانا؟ مستر فيكتور عنده مستر فيكتور في مشكل؟ مش هي وافقت حبيبي ولا انا ولا انا شو؟ هي مش وافقت اوريدي معانا دلوقتي في اوكي. مستر فيكتور انت بتحب ان انا اعرف. ثانك يو حبيبي. ثانك يو. ما تعصبيني. انا ما بعصب. انا ماني سهله. بعرف. انت خلاص معانا. انا مش تبع الموساد. لا انت تبع. لا انا مش تبعه. لا انت تبع. لا انت مش تبعه. انا ما وافقتش. احنا خدنا منك الموافقه خلاص. لا ما خدتوش مني موافقه. حبيبتي انت خلاص هتطلعي على القناه الاسرائيليه. مش عايزه اطلع على القناه الاسرائيليه. رايحة وين؟ اقعدي اقعدي اقعدي. عايزيني في ايه؟ ما تخافي ما تخافي اجلسي. انا مش عايزة مش هجيب سيرة حاجة، بس سيبوني. اقعدي ما تخافي انا معك، بس ما تزعليني انا ما عنديش وقت اضيعه. التزمي بكلامك. بليز حطي الشنطة بتاعتك على الأرض واجلسي منيح. خلي عندك ثقة بحالك. انت خلاص وافقتي. انت معانا. وديتينا وعد. هو عارف ليه بتبصلي كده؟ هو مفيش دعوة بيه، ده واقف جنبي انا.
طب بس ليه بتبصيلي كده؟ جاكوب، جاكوب عمره ما هيعملك حاجة من غير ما أنا أعمل. أوكي. زي ما قلت لك هنطلع لك باسبور باسم تاني عشان ما يكونش فيه خطر على حياتك وعشان ما يحصلش مشاكل. الجواز بتاعك هيطلع لك حالا، تستنيه حالا. وكمان عندك سفر بعد 3 ساعات. لا ما ينفعش، انا عندي امتحان. ايه دي؟ عندي امتحان. هتنجحي؟ مش هنجح. هتنجحي احنا ولا هنجحي؟ لا انا عايزه انجح، انا عايزه ادخل الامتحان بتاعي. ليه؟ ويت ويت ويت، احنا هندخل حد شبهك؟ لا تيجي تكمل يمتحن مكانك. ما تبكي ما تبكي ما تبكي. ايه دي؟ ايه دي؟ ايه دي؟ ايه دي؟ ايه دي؟ ايه دي؟ انا مش عايزه حاجه، مش عايزه بنت غموزي، مش عايزه اي حاجه. ينفع كده؟ كنت هتدلقوني على ظهري. يا حقك عليا معلش. انا رايح مقلب يا بنتي. حقك مصريه هتقول على ميه يا جماعه. ميه يا جماعه عادي بس. يا نهار وعصبيه وقويه ومفتريه. هو فين جاكوب؟ اسمه ايه؟ موجود. اسمه ايه؟ تايسون. تايسون هدوك. عايز تاخد حقك. خد دعوتك يا بنتي. كل سنه وانتم طيبين. ما كنتش عارفه الناس بس على فكره والله. كنت انا رايحه ابلغ عنهم. يا رب تكونوا انبسطتوا، وانا فعلا مش قضيت موته زي الحد. بس مش من ولادك حد باع ولا حد خان، ولا حد فيهم كان جبان، فصعب ظروف معدنهم الطيب يبان. مش من ولادك حد باع ولا حد خان، ولا حد فيهم كان جبان، فصعب ظروف معدنهم الطيب يبان. انتي بالنسبة لي مش أربع حيطان، انتي أرضي وعرضي وعمري كمان، انتي دمي وأمي وأحلى سنين زمان، انتي دمي واحلى سنين زمان. انتي بالنسبة لي مش اربع